دعونا نذهب إلى أرض الواقع، حيث مراسلينا عمرو عبد المجيد من بنسلفانيا ومصطفى مزار من نيو جيرسي. مرحبا بكم. أهلا بك دينا، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. معك حكمة يا مصطفى. ودعني عفوا حكمة، لم أسمع جيدا، أعتذر. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير يا حكمة. ماذا لديكما؟ تفضل مصطفى. حكمة، لو ابتدينا من الولاية التي أتواجد فيها الآن، ولاية نيوجيرسي، فقد حسمت يعني هارس منذ قليل وتم الانتهاء منها. لو تحدثت عن يعني مجمل الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية، أو مجمل الأصوات التي حصل عليها المرشح دونالد ترامب حتى الآن، 198 صوت مقابل 112 صوت إلى هارس، الفارق كبير. لكن هناك ولايات لم تحسم بعد حتى الآن ولم تتضح المعالم فيها، ويأتي على رأس هذه الولايات ولاية بنسلفانيا لم تحسم حتى الآن. ولكن الولاية الأكبر والتي لم تدخل في الحزام أو في الولايات المتأرجحة هي ولاية كاليفورنيا. هذه الولاية تمتلك 54 صوت تحديدا، وهذا يعني ربما تكون فارقة في العملية برمتها وفي الانتخابات برمتها. الكل يتابع فرز الأصوات عن كسب، تقارير تحدثت ونتائج أولية تشير إلى فوز ترامب، ونتائج أيضا تتحدث عن أن هاريس ربما يعني تنقلب الموازين رأسا على عقب في الساعات القليلة القادمة، لأن هناك بعض الولايات التي لم تحسم ولم يتم أيضا يعني الفرز فيها ولم يتم إحصاؤها حتى هذه اللحظات. لكن حكمة، لو تحدثنا عن مجمل الأوضاع، يعني هناك متابعة دقيقة وحثيثة من قبل مراكز استطلاعات الرأي والقنوات التلفزيونية والصحف القومية تتابع في الولايات المتحدة الأمريكية مجمل الأوضاع ومجمل عملية الفرز والتصويت. لكن أيضا هذه الأمور كلها لم تستطع من خلالها أن نحكم من سيتسيد ومن سيكون ساكن في البيت الأبيض. طيب بعد قليل مصطفى، يعني بذكرك للاستطلاعات، هل المواطن العادي أو الناخب الأمريكي يعول كثيرا على هذه الاستطلاعات ويتأثر رأيه؟ حكمة، هناك رأيان في هذا الموضوع بالتحديد. هناك من يقول ويعني يجزم في القول بأن هذه الاستطلاعات هي يعني حبر على ورق فقط، ليس إلا، وتخاطب فئة معينة من الأرستقراط المتحدة الأمريكية. وهناك من يعول ويقول أن الاستطلاعات هي بمثابة يعني خيط وخط للطريق مرسوم يسير عليه المواطن العادي يتسم بالعديد من المميزات. لكن في مجمل الأحوال يعني هذه الاستطلاعات لم تكن كاشفة ولم تكن مؤكدة، وهذه الاستطلاعات لا يمكن أن نعول عليها كثيرا في عملية الفرز، لأن هذه الأصوات أو هذه الاستطلاعات في كثير من الأحياء يعني تكون يعتريها الخطأ، وهناك هامش الخطأ، وهذا أمر معتاد عليه داخل الولايات المتحدة الأمريكية في التصويت الإلكتروني وفي التصويت العام بشكل عام. حكمة، هذا الأمر أن يعني هذه الاستطلاعات ليست دقيقة بنسبة 100%، لكن القضايا هي التي تحرك، وهي التي حركت الناخب العربي، وهي اللي حركت الناخب الإسلامي. نعم، وهي يعني مصطفى سوف أعود أتحدث معك عن هذه النقطة تحديدا، وأيضا يعني آراء المواطنين العاديين في هذه الملفات، ولكن دعني أذهب إلى عمرو. يعني ماذا لديك عمرو في هذه الساعات؟ بنسلفانيا هي الولاية الحاسمة، وهي صاحبة القرار في من سيكون رئيس الدولة خلال السنوات الأربع القادمة. بنسلفانيا دائما هي مفتاح البيت الأبيض، كما يقولون من يمتلك هذا المفتاح سيكون هو ساكن البيت الأبيض خلال السنوات الأربع القادمة. نتحدث حكمة الآن بشكل مباشر حتى نكون واقعيين ونشوف الاستطلاعات الخاصة ببداية الفرز. نحن نتحدث الآن عن فرز ما يقرب من 29% من أصوات بنسلفانيا، وهاريس تتقدم على ترامب بحوالي 7% في فرز الأصوات حتى الآن في ولاية بنسلفانيا. ولكن بالطبع كما نقول أن هذا ليس على الإطلاق يمكن يؤشر إلى شيء، تنقلب الأمور بشكل كبير جدا ما بين ثانية وثانية أخرى، فالأمور تختلف كثيرا في هذه الولاية تحديدا. خلينا نتكلم حكمة على تصريحات ترامب تحديدا عن بنسلفانيا التي صرح بها مساء اليوم بأن بنسلفانيا شهدت تزوير واسع في الانتخابات، واتهم تحديدا في المكان الذي نتواجد فيه مقاطعه فيلادلفيا، وهي مقاطعه
تنتمي للاستقراط كما يقولون او اصحاب الياقات البيضاء، فبالتالي التصويت في هذه المقاطعه دائما يكون لصالح الديمقراطيين باعتبارهم الاكثر تحررا وبالتالي ليبراليه، فبالتالي الاصوات النسائيه يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في هذه الولايه، فبالتالي دائما ما تكون هذه الولايه هذه المقاطعه تحديدا هي زرقاء دائما. فبالتالي سبق ترامب مباشرة واتهم أن هناك تزوير واسع في مقاطعة فيلادلفيا، وما ترتب عليه أن يخرج بيان من الشرطة والمسؤولين عن العملية الانتخابية في فيلادلفيا بأنه لم تسجل أي خروقات في فيلادلفيا تحديدا، فبالتالي نفوا تماما كلام ترامب. لكن ألفت أيضا حكمة بنسلفانيا أن المحققين أو القانونيين في حملة ترامب وحملة هاريس يجهزون أوراقهم منذ الآن لكي يقوموا بالطعون على هذه الولايه تحديدا، وسيكون هناك مبارزه قانونيه في هذه الولايه عن من سيكسب هذه الولايه، وحتى اذا كسبها ترامب ستكون هاريس جاهزه باوراقها، واذا كسبتها هاريس سيكون ترامب جاهز باوراقه للطعن على هذه الولايه، لان هي كما ذكرت سابقا هي مفتاح البيت الابيض. لكن اجمالا حكمه حتى الان هي الامور تسير كما اعتادت الخريطه ان تكون ملونه للولايات باللون الاحمر وولايات باللون الازرق، تسير بنفس المنهج القديم، لم تتغير في ولايه جورجيا قليلا وهي احدى ولايات الحسم السبع بتقدم ترامب، تقدم واضح في هذه الولايه. واكمل على كلام زميلي مصطفى، بالطبع كاليفورنيا مؤثره جدا لكن هذه الولايه زرقاء بالطبع ولم تتغير في يوم من الايام الى اللون الاحمر، فتكتسب هاريس قفزه كبيره او قفزه معنويه ربما، يعني حينما تتحدث مع الديمقراطيين الان او ساري الحمله الخاصه بهم يعني هناك نوع من الاحباط بعض الشيء بالنسبه للديمقراطيين من النتائج المذهله التي يقفز بها ترامب، لكن هذا الفوز هو فوز مزعوم لا يمكن الحكم عليه حتى الان لانها تتغير النتيجه بشكل كبير جدا بعد اضافه كاليفورنيا الى قائمه هاريس، ستقفز الارقام بشكل كبير جدا خلال الساعات القادمه لصالح كمال هاريس، فبالتالي ربما نصل الى شبه ارقام بسيطه جدا ما بين الاثنين حتى نحسم من سيكون ساكن. طيب عمرو سوف اعود اليك لنتحدث عن اهميه هذه الولايه بما انها ولايه محوريه في كل حديثك، ايضا تحدثت عن بيان للشرطه ويعني وهناك ايضا واضح احتياطيات امنيه سوف تؤخذ بعد تصريحات ترامب، ولكن سوف اعود نتحدث في هذه النقطه واعود اليك مصطفى مزار. كنا نتحدث مصطفى عن اتجاهات او ما يدور في راس المواطن الامريكي من اهميه ملفات معينه، يعني بالتاكيد تحدثت مع الكثير من المواطنين الامريكيين في هذا الموضوع، ماذا قالوا لك؟ حكمة يعني الملفات العديدة التي يتحدث فيها المواطن الأمريكي، يمكن يأتي على رأس هذه الملفات ملف الاقتصاد وهو ملف حاسم وبقوة، لكن أنا فوجئت اليوم عندما كنت يعني أسأل امرأة من أصل مصري مقيمة وهي أمريكية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية عن أهم مشغلها، قالت لي حرفا وقالت لي كلمة لن أنساها، قالت لا أرغب في أن إلا في قضية واحدة وهي أن يجرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم التجارة أو بيع الأسلحة للمواطن العادي. يعني أنا ربما أنتظر في لحظة من اللحظات أن أبلغ يعني بقضية قتل لشاب أو لفتاة ابني أو ابن جارتي ولا أعلم ما السبب، فأنا أرغب وأتمنى أن يكون رئيس الولايات المتحدة القادم يجرم عملية بيع السلاح للمواطن العادي، بالإضافة طبعا إلى الملفات الكثيرة المتعددة. حكمة يأتي على رأس هذه الملفات الملف الاقتصادي، ملف الضرائب، ملف الهجرة والتي تحدث عنها المرشح الرئاسي أو المواطن تحديدا، لكن هذه القضية تشغل المواطن بصورة أو بأخرى. الملفات الاقتصادية هي حاضرة وبقوة، الضرائب والتأمينات الصحية، التضخم أصبح مرتفع حكمة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة فترة الديمقراط الأربع سنوات الماضية، وأصبح المواطن يعني يشعر بضيق ويشعر بأزمة حقيقية، يعني لا يستطيع أن يلبي طلبات العيش الكريم كما قال، وكما قالوا من يعني كنت أحاورهم وأسألهم على مدار الأيام في كثير من الولايات التي زرتها حكمة، الكثير والمواطن الأمريكي يتحدث عن كل هذه الملفات، ناهيك أيضا عن ملفات لها علاقة بالسياسة الخارجية. يعني الحديث الأمر لا يشغل سوى يعني من لهم جذور ومن لهم
يعني أصول عربية وإسلامية، هم يتحدثون عن قضايا في الداخل وفي الخارج. أما المواطن الأمريكي فلا يشغله سوى القضايا الداخلية فقط، أما المواطن العربي أو الأمريكي من أصل عربي، أصول عربية، نعم، لديه قضايا متفقة وقضايا مختلف عليها، من ضمنها القضايا العربية، الحروب في الوطن العربي في الشرق الأوسط، ما يمكن أن يلبيه المرشح الديمقراطي أو المرشح الجمهوري. لكن يعني كثير من سألتهم يعني يثمنون ما قاله ترامب عن أنه قادر على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، أنه قادر على إيقاف الحرب في غزة وفي لبنان وفي السودان وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل الأنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الملفات الكثيرة التي يعج بها الداخل الأمريكي حكمة، وكثير من الملفات المختلفة من الممكن البناء عليها والبناء على ما تقدم خلال السنوات الماضية. نعم، فاجئتني يا مصطفى، فاجئتني بهذه الردود. ربما كنت أظن أن على أولويات أو الملفات الأولى تتصدر في ذهن المواطن الأمريكي هو إيقاف الحروب، لأنها بالتالي بتؤثر تأثير مباشر على الاقتصاد. نعم. فكانت إجابتك يعني مفاجأة، إن هم بيهمهم الاقتصاد الداخلي في الأول. أنا تفاجأت مثلك تماما، حكمة مما سمعته ومما رأيته أن الجميع هنا لا يتحدث القضية الأولى والمحورية حكمة في الداخل الأمريكي عن الاقتصاد، عن الهيار الاقتصادي، عن الوضع الاقتصادي، عن الوضع الذي يعني عاشوا عليه لفترات ولسنوات طويلة، وقالوا نعم. أن فترة ترامب الأولى كانت من أزهى الفترات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نعم. يعني زي هم في مهن يعني نقول عليها العمال وفئة العمال والفئة الدنيا والشباب أيضا. سوف أعود أتحدث أيضا عن هذه النقطة ونقطة مقارنات الـ يعني سنين الرئاسة المختلفة.